يا عمي بس قولي يا غاد. خلصنا بس قيلها اياها على الغرز يلا على الغرز لا تم اطلاق يعني ولا تحذير ولا اتصال ولا شيء ندعو المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لرفع أداء العدوان عن قطاع غزة ورفع المعاناة عن أبناء شعبنا ورفع الحصار وكذلك أيضا الإمداد العاجل للمنظومة الصحية بالأدوية والمستهلكات الطبية.